بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في ملخص لمادة probability stochastic موديل S2M1. أولا كاين رابال دي بروبا، إذا نقدر نسميه باللي ان ايفينمون ينتمي ايفينمون هو انت كي نقولو كاين ايفينمون تما راح يخرج احتمالات مور ما يوقع، يعني اي حاجه راح تكون فيها احتمالات، اي حفزه تاع probability راح تخرج احتمالات، دائما تكون محصوره الاحتمالات بين الواحد والصفر، يعني بين زيرو بمعنى اخر بين زيرو بالمئة ومئة بالمئة. probability والانسومبل هذاك تاع الاحتمالات، زعما نقولو رميت ان دي، هذاك ان دي هذاك اللي فيه سي فاس فيه من ال 6 ان دي النرد الله اعلم على ما نسيتش النرد هذاك النرد فيه 6، تسمى الاحتمالات حتكون سواء الواحد الزوج ثلاثة الربعة الخمسة ستة، جاما هي من واحد لستة، probability تاع يكون واحد من هذوك من واحد لستة هو واحد، يعني 100% بمعنى آخر 100%. عندي ان انسومبل ديزيفينمون نقول بلي ديزجوان ميتيالمون اكسكلوزيف اذا كان تقاطع بينهم فيد، زعما نقولو في الدي عندي الان ايفينمون و دو ايفينمون، زعما 3 و 4 و 5 و 6 ديفينمون و 3، كي شد الان مع هذاك ليفينمون تاع دو تقاطع صفر، دو مع الاخرين تقاطع صفر، الان مع التروازيام ايفينمون صفر، بصح كي نجمعهم نلقى مجموع احتمالات. الكومبليمون هو اي عنصر ينتمي الى المجموعه الكبيره بصح ما ينتميش لهذيك المجموعه اللي راني فيها. مثال زعما انا راني في زعما نقولوا في الدي عندي الاحتمالات من 1 ل 6 1 2 3 4 5 6، زعما كي ناخذ الأ هي 1، الكومبليمون تاعها هي كل حاجه في المجموعه العامه اللي هي غاما وما تنتميش الى الواحد، ماهيش هي الواحد، تبقى زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كلها ما عدا الواحد، هي الكومبليمون تاع الواحد باش نرجع الانسومبل كومبلي. كومبليمون تاع حاجة واش نزيد له، يعني واش راح نزيد له باش يولي عندي الانسومبل كومبلي، ولا واش كاين في الانسومبل كومبلي من غير اللي عنده. زعما انا عندي ان دو تروا هو الا، وشنو الكومبليمون باش نلحق ال 4 5 6 6 4 5 6 هو الكومبليمون تاعو. وهنا عندي غاما ناقص ا، يعني هي شغل ناقص ا بلي زونسومبل، نسيت كيفاش يقولها، مي بلي زونسومبل هي بلي زونسومبل هي اي حاجه تنتمي للاول ما تنتميش للثاني، تنتمي لغاما هاي اللي تنتمي لغاما بصح ما تنتميش الا. بي دو انسومبل في دي غال زيرو، هاي لا بروف تاعها. ابريم لما نديرو ابار هو الاخر، تسمى كي نحسبو العكس تاعو هو واحد ناقص بي دو غاما يقال واحد. هنا عندي probability نوتر probability دو A union B هي probability دو A plus probability دو B موان probability دو A intersect B. هذا علاش؟ باسكو probability دو A زائد probability دو B كي ندرنا اليونيون تسمى تاع ال A دخلت في ال B وتاع البي دخلت في الأ، تسمى زوج مرات ذاك الانترستيكسيون على بي هدات الناقص، وهاي اللي عندي سي ا اي بي سون ديزجوان
ديزجوان يعني ما يتقاطعوش، يعني ما همش يتقاطعوا، تسمى تولي لي عندي هذه الانترسيكسيون هنايا صفر، هذه ولات صفر، معناتها بي دو ا اونيون بي ايكال بي دو ا ايكال بي دو بي، ديزجوان يعني بعاد على بعضهم. probability conditional سي بي دو بي راهي تكزيستي، يعني بي دو بي سوبر زيرو راهي تكزيستي ديجا، و ا يعني ا راه يوقع مثال يوقع مثال بش بي بسمه بي اعتمادا على بي، مثال زعما نقولوا كاينه مثلا اونسينيون راه كاين في لافاك، هل راح يدير لكم سيونس سوبليمونتير؟ تيكون لونسينيو تسمى تقدر توقع هذيك السيونس سوبليمونتير، كيما يكون ما كاش لي اونسينيو ما توقعش، تسمى سيونس سوبليمونتير ساشون كول ساشون، يعني اعتمادا على انه الا على انه البي راهي راه كاينه. هاي ليك نقراوها، بروبابيليتي دو ا ساشون بي هي نفسها بي دو، نفس كتابة أخرى بي دو أ ساشون بي إيكال بي دو أ، هي بي دو أ انترسكت بي على بي دو بي. وهنا عندنا خاصية قالك أ إي بي سون انديبوندون سولمون هذه اس اس اي متى سولمون سي سولمون فقط وفقط اذا كان بي دو انترسكت بي ايغال بي دو ا فوا بي دو بي انديبوندون، وهو لا بروف تاعها. و بي دو ا انترسكت بي ساش بي دو ا ساشون بي ايغال بي دو ا، و بي دو بي ساشون ا هو بي دو بي، يعني لازم يكونوا هذو الخاصيه بين ثلاثه باش نقولوا باللي ا اي بي انديبوندون. P2A intersect B هو P2A probability de A fois probability de B، و P2A إذا ساشون B هو probability de A، معناتها غير مرتبطين، معناتها أنا كي نقول probability de A ساشون B إيكال probability de A واش معناتها؟ معناتها أن probability de B ماهيش تكزيستي كامل، راني يعني شغل ماهيش تكزيستي، شغل ما أثرتش فيا أنايا، ما تأثرش فيا، زعما كيما نقولو الترا مع البروف، شغل كاين الترا يكون البروف لا ما يكونش، والعكس اذا كان البروف قادر تكون ما كاش، ما عندوش علاقه بال. وتيورام دو ملتيبليكاسيون هو يقول لك بي دو ا انترسكت بي انترسكت، ابسط مثال ليها هاي لك من تحت بي دو ا لي سيمستر، زعما لي سيمستر باش تقول باللي عندي الاس ان والاس دو والاس ترا والاس ترا، زعما ما كاش زعما نقول كيما الكلاسيك لازم عام بعام، تقول عندي بريمياراني، انا عندي بريمياراني وعندي دوزياماني ساشو عندي البريمياراني، وتقول عندي التروازياماني باسكو عندي البريمياراني باسكو عندي البريمياراني وعندي دوزياماني، وهنا عندي التروازياماني، ولا هنا عندي الماستر ان باسكو عندي بريمياراني ودوزياماني وليسونس، وهي رايحه تسمى شغل تقاطع اتحاد ولا تقاطع الدنيا عفايس، زعما مثلا راهم رايحين لازم يكون واحد كل واحد ساشون اللي قبله، ساشون تقاطع كاينين اللي قبله باش يكونوا. وهنا عندي ان سيستيم كومبلي ديفينمون، اون فامي اي ديفينمون اي فورم ان سيستيم كومبلي ديفينمون سولمون سي، زعما عندي لونسومبل في الدي، عندي لونسومبل واش زعما نقولوا 1 2 3 4 5 6، زعما كل واحد نديرو مع لونسومبل فيد ما نساوش، مثلا زعما بلا لونسومبل فيد استغفر الله توب عليه، بلا لونسومبل فيد اسكو هادو كي نجمعهم يديروا لي اون سيستم كومبلي ديفينمون. هاو ليكزومبل تاعها كلك سوا اي ديفيرون دو فيد، هاو لك 1 2 3 ما مش فيد، الانترسيكسيون سي زيرو ما كاش فيد، كي نجمعهم نلقى كومبلي هو ال 1 2 3. وهنايا هنا عندنا لا فورمي دي بروبابيليتي توتال سوا اي سوا اي، يعني سوا اي انت ا 1 2 3 تما متى ان سيستم كومبلي ديفينمون
دو غام معناتها يحقوا الشروط هذو، معناتها يحقوا الشروط هذو اللي راهم كاينين هنايا. كان يقول هذه سوا اي سيستم كومبلي ديفينمون بي دو بي، يعني probability كيلكون كيل كو سوا بي peut se décomposer de la façon suivante. معناتها probability de B راهي la somme des probabilités, la somme تاع une probabilité fois la probabilité de B, sachant que هذيك la probabilité. وهاي ليك en particulier كي تكون عندي deux ensembles. A باش يكملوا باش يكملوا الانسامبل كومبلي هو A بار. هاي ليك نجيبوا لهنا ال A ونحطوه هنايا حولك، ونجيبوا الابار هنا ونحطوه هنايا. وهاي ليك وعندنا لا فورميل دو بايز، هاي ليك لا فورميل دو بايز سي برسك سوا اي سيستم كومبلي سوا ان ايفينمو اي دو لا بروبابيل كونديسيونال بار بي. تما شغل هنايا عمليه العكسيه بارابور هنايا شغل بروبابيل دو بي كالكونك، هنايا بروبابيليتي ندو اي وحده بارابور البي، هاي لك العلاقة تاعها. وهاي لك وهنايا هنايا بروبابيلتي دو بي، احنا جبنا البروبابيلتي دي بروباتو تاع هايك الفوق. كي نقول اي دو اي ديت اي وحده هي بروبابيلتي دو بي، درت العلاقه تاع القبيله تاع الكونديسيونال هذه وحطت على بروبابيلتي دو بي. مادام عندي سيستم كومبلي ديفانمون وم probability total، ها اللي كيفاش خرجت لي probability دو بي باسكو خدمت بهذه. وهذه راني شغل ماهيش انديز خلي تبدل لها، هذه وحده probability دو a2 fois probability دو بي على a2 على probability دو بي. probability دو بي هاي ليك تخدم هذه صح فيها الانديز باسكو راهي شغل من شغل صوم شغل بوكل. هنا انا كملنا الانتروداكسيون جينيرال على لا بروبابيليتي كيفاش تمشي وكلش. نعاود نولي ايفينمون، رانا نقولوا باللي البروبابيليتي تاع اي حاجه بروبابيليتي تاع يجي لونسينيو سوا 0% سوا 100% سوا 60% سوا 30% تبقى بين 0 و 1. بصح مثال كي نقول مثلا عندي لونسومبل تاع يجي ما يجيش، هنا بروبابيليتي دو غاما سي 1 100% سوا راهي يجي ما يجيش، معناتها ماش تخرج من هذا الحيز. وانا عندي دي كونديسيون نقول دو زيفينمون سون دي جوا ما تكون تقاطع زيرو و كي ندير لونيون تاع كي ندير لونيون تاعهم نحسب بروبابيليتي هي لا سوم تاع البروبابيليتي تاعهم. والكومبليمون كون عندي ان انسامبل غاما توتال دي دي كا عندي 5 كا كي ندي واحد ولا زوج اللي بقاو هما كومبليمون ليه. probability conditional يعني هي البروبا الشرطية، يعني حاجة توقع بالنسبة انه حاجة تكزيست ديجا. وهاي لك كالكو probability theorem de multiplication هذه شرحتها، يعني حاجة system complete evenement شي حاجة صعيبة. formula دي probا total حاجة عادي مش حاجة كبيرة، ماشي موديل سهل بالبزاف. ان شاء الله يكون فاتكم. نلقاو في الفيديو الجاي هو لي فاريابل الياتوار ندخلوا ليهم.